من أسماء الله الحسنى اسمان كريمان جليلان وهما الرحمن والرحيم، ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فقد ابتدأ الله بهما كتابه العزيز، بل وابتدأ الله كل سورة من سور القرآن بهما، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا هذين الاسمين دالين على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، ولكن عند اقترانهما فالرحمن دال على ثبوت هذا الوصف له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن. وأما اسم الرحيم فهو دال على إيصال هذه الرحمة لعباده وتعلقها بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيماً.